نواجه هذا العجلة؟ ممكن نواجه هذا السؤال، لماذا العجلة الآن إلى السيد محمد طوسن رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى؟ صباح الخير يا فندم. نور يا فندم. والسؤال لماذا العجلة الآن؟ ليه الاستعجال؟ لا هو حاليا هو دلوقتي مفيش عجلة. هو أنا أولا من الأول وأنا قلت إني أنا مع أن يدلي مجلس القضاء الأعلى والمجلس الخاص بمجلس الدولة ومجالس سائر الهيئات القضائية النيابة الإدارية وقضايا الدولة والمحكمة الدستورية أن يدلي كل منهم بدلوه في هذا المشروع. وطبقا للمادة 169 من الدستور لابد من أخذ رأي هذه الجهات القضائية. طيب. الآن يعني هو هذا كان كلام المعلن منذ بداية الأمر. الآن مجلس الشورى حينما أقر بالأمس مشروع القانون من حيث المبدأ، هذا لا يعني أنه يعني تعرض للمواد أو لصلب القانون، هو فقط بالنسبة للاقتراح. وبالتالي الدكتور احمد فهمي احاله الى اللجنه التشريعيه وطلب. اذا ويبقى السؤال يا فندم، امتى هيتم بدء المناقشه داخل اللجنه التشريعيه؟ طلب الدكتور احمد فهمي، طلب الدكتور احمد فهمي في قراره، طلب من لجنه التريث حتى يعني ياتينا مشروع من الحكومه. التريث حتى ياتي المشروع من الحكومه. نعم، بناء وحتى يؤخذ راي الجهات القضائيه. طيب طب اسمح لي يا فندم، يعني كيف للجميع ان يثقوا في انه ستتم الاستجابه لهذه الدعوه من دكتور احمد فهمي رئيس مجلس الشورى بالتريث بالتروي بالتمهل وعدم الاستعجال في المناقشه ان كانوا لم يستجيبوا لحتى دعوه السيد الرئيس بايضا التمهل؟ الرئيس وعد القضاه عندما التقوا اعضاء المجلس الأعلى للقضاء أنه لن تتم مناقشة مشروع القانون الآن إلا بعد انعقاد مؤتمر العدالة، ولكن ما هو بالفعل لم تتم يا أستاذة دينا. هناك فرق بين نظر المشروعات الاقتراحات لجنة اقتراحات وشكاوي وبين أن تنظرها اللجنة التشريعية كمشروع قانون. ما حدث فقط هو ما نظرته لجنة الاقتراحات والشكاوي، أما اللجنة التشريعية لن تمارس التشريع في هذا الأمر ولن تناقشه. طب يعني هل معنى كده أن احنا بس حطيناه على الجدول، يعني على جدول أعمال اللجنة التشريعية؟ ألا بعد أن يعني يأتي مشروع من الحكومة وتقول الجهات القضائية رأيها. طيب أنا عايزة أسأل سؤال، إذن احنا في انتظار مشروع من الحكومة، الحكومة اللي هي يعني وزارة العدل. طب ماذا عن المجلس الأعلى للقضاء؟ ماذا عن القضاء أنفسهم؟ يعني حيث أن القضاء مستقل بعيدا عن أي سلطة تنفيذية أخرى. اللي بيحصل إن مشروع القانون بيطلع مثلا من إدارة التشريع في وزارة العدل إلى مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء بيبعته إلى مجلس الشورى. فطبعا لما وزارة العدل تصيغ مشروع قانون أعتقد يعني هيكون فيه رأي الجهات القضائيه، وحتى يعني فيما لو طرح على اللجنه التشريعيه ايضا سيؤخذ راي. طب احنا عندنا استوضاح يا فندم من فضلك، يعني اي قانون هو اللي تمت الموافقه من خلال لجنه الاقتراحات والشكاوى؟ هل مقدم الحريه والعداله ولا من الوسط؟ يا استاذه دينا، لم تناقش القوانين ما بداخلها. انا فاهمه يا فندم. ولا ماهيه هذه القوانين، وانما فقط الموافقة على المبدأ نفسه، مبدأ اقتراح. هل قانون السلطة القضائية يحتاج إلى تعديل ولا لا؟ إنما إيه هو بقى التعديل وإيه هي مواد التعديل دي لم تناقش حتى الآن. توافقت الموافقة لم يناقش حتى الآن، ولكن ستتم مناقشته داخل اللجنة التشريعية حسب الأغلبية اللي كانت امبارح في مجلس الشورى. أي واحد منهم ولا تم الموافقة على المبدأ وفقط؟ لا، على المبدأ فقط، على المبدأ فقط كاقتراح وشكاوى. يعني إذا نحن دلوقتي أمام مشروعات قوانين بتقول إن قانون السلطة القضائية يحتاج إلى تعديل. إنما بقى إيه التعديلات؟ وإيه المواد؟ أنا أعتقد كما قلت من قبل
ان راي المجلس الاعلى للقضاء سيكون اشد وطئا واقوى مقيله في هذا المجال. طيب هناك بعض القضاة اللي بيؤكدوا ان مجلس الشورى غير مؤهل لسن مثل هذه القوانين مثل قانون السلطة القضائية، وانه البرلمان القادم مجلس النواب القادم هيمتلك صلاحيات اكثر وربما صلاحيات اعادة النظر في مثل هذه القوانين التي قد يكرها الشورى. لا 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 يا استاذني، علي على من يقول ذلك ان يرجع الى الدستور ليعلم ان التشريع قد نقل كاملا في هذه الفترة، صحيح نقل إلى مجلس الشورى مؤقتا في فترة موقوتة وبصفة استثنائية كمان يعني، ولكن نقل التشريع كاملا. طيب يعني إذا مرتاحين تماما، مرتاحة ضمائركم يا فندم، وحضراتكم بتناشوا وقد يتم إقراره من قبل الشورى. نعم. ليست لديكم مشكلة، يعني مرتاحين الضمائر تماما فيما يتعلق بمناقشة المجلس لمثل هذه القوانين وإمكانية حتى إقرارها. مش فاهم انا، انت حضرتك مستمع بتقول ايه الضمائر؟ يعني مرتاحين تماما ما عندكمش مشكله في انه يتم مناقشته وقد يتم اقراره دون النظر لفكره انه ما فيش مجلس نواب بالاساس. الدستور بيقول كده. طيب بمناسبه الدستور اللي بيقول كده يا فندم، امبارح يعني اعادت المحكمه الدستور بيقول ان سلطه التشريع منقوله كامله الى مجلس الشورى، انما ما بقولكيش ان هو هيتناقش الا بعد ما يجي من راي الجهات القضائيه وبعد ان ياتي مشروع الحكومه. يعني فلننتظر ونرى. طيب بمناسبه الكلام على الدستور يا فندم، دلوقتي المحكمه الدستوريه العليا اعادت قانوني مجلس النواب ومباشره الحقوق السياسيه وتحدثت عن 13 ماده غير دستوريه. تسعة في قانون الحقوق السياسية، مباشرة الحقوق السياسية، وأربعة في قانون مجلس النواب. تعليق حضراتكم. شوفي، لابد من العمل بمقتضى، لا نملك إلا أن نعمل بمقتضى ما رأته المحكمة الدستورية. فإذا رأت المحكمة الدستورية حذف بعض المواد هذا أمر يسير يتم حذفها. إذا رأت تعديل في بعض المواد سيتم تعديلها، ولكن الإشكالية الكبرى اللي هي يعني وهي موضوع الدوائر. ايوه، موضوع الدوائر ده موضوع يحتاج الى تقسيمات حقيقه. احنا جبنا المساحه وجبنا الداخليه وجبنا كله حتى نصل الى الصوره المثلى، ولكن المحكمه الدستوريه علقت عليها ايضا. علقت عليها ايضا. نعيد مره بالفعل. اخرى لان تقسيم الدوائر ده تقسيم شائك. يعني انت لو حضرتك قلت لي ان المحافظه دي محتاجه تزيد مقعدين، ما اقدرش ازود مقعدين، لازم ازود سته. ليه؟ لان الفردي انا مقيد بان يكون اثنين فردي عشان نسبه العمال والفلاحين 50%. طيب ونرجع للسؤال اللي اثار غضب حضرتك برضو، يعني هل مرتاحه ضمائركم وحضراتكم بتناقشوا مثل هذه الامور المؤثره على تشكيل مجلس النواب القادم في مجلس منتخب من 7% فقط من الشعب المصري، ونتحدث عن مجلس الشورى وغير يعني ممثله يعني القوى الوطنيه فيه بشكل كافي، وفي الاخر برضو بيروح الدستوريه ويرجع؟ ما يروح الدستوريه ويرجع، ده الرقابه السابقه ده ملهوش علاقه باي حاجه. ده ممكن لو ان هناك رقابه سابقه ومجلس النواب بيناقش ايضا هيروح الدستوريه وهيرجع. طيب تعليقكم على السماح للجيش والشرطه بالاقتراع بالانتخاب؟ لا نملك ان احنا نعلق يا استاذه، طالما ان المحكمه الدستوريه قالت رايا فلا بد من العمل بمقتضى ما قالته. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد طوسن رئيس اللجنه التشريعيه بمجلس الشورى.